اللي استفدناه من حرب اكتوبر كتير جدا. اولا ان احنا ردينا على العدو الاسرائيلي واخدنا ارضنا وادينا درس للعالم كله عن كفاءة الجند المصري ان هم خير اجناد الارض. روح اكتوبر نفسها كنا اقوى جهاز مخابرات وقتها. احنا ضحكنا على الموساد وعلى الكي جي بي وعلى السي اي اي. انتصار عظيم طبعا ما حدش يقدر ينساه. فخر لاي مصري او اي واحد عربي عامه. كشعب نحافظ على نفسينا ونبقى قوه واحده ونبقى متماسكين وعرفنا ايه عدونا وعرفنا ازاي نحضر لعدونا. ما كانش فيه اي انقسام بين الشعب وبعضه. ما كانش فيه حاجه اللي موجود. الكلام الفاضي ده اللي بنسمعه في الايام السنين الاخيره دي. رجعنا كرامتنا عن هزيمه 67. مش ممكن ننساه ابدا. لان الوضع ده لا يمكن ننساه اطلاقا. الدروس المستفاده ان النظام تخطيط اللي لازم قبل ما اواجه لازم اكون جاهز الجاهزيه العاليه. دي الدروس المستفاده، دي اعظم دروس مستفاده من حرب اكتوبر.